يا جدع ما تخلي بالك يا جدع. السلام عليكم. بلدينا عم صوت اهو. عم صوت. السلام عليكم عم صوت. فينك مش باين. عليكم السلام ورحمة الله. مين ولا مؤاخذة؟ دقق كويس يا راجل. طيب الوش ده ما بيفكركش بحاجة؟ يا عم يا فزورة رمضان ما تخلص. انت مين وعايز ايه؟ ولما انت ما تعرفنيش ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ ادفع حدن المساحة وين رقبتي ليه؟ الحقوني مين اللي زعش عليا؟ مين اللي زعش عليا؟ مين اللي زعش عليا؟ امسكوه ما تسيبوهوش. تمام سعد، مع السلامة. اخت ابراهيم عبد المنعم محارب ومعاها اتنين تانيين عاوزين يدخلوا له اكل يا باشا. دخل اخته بس. تمام سعد. اهلا يا منال، ازيك؟ اقعدي. الحمد لله على السلامه. ايه القاهره ما وحشتكيش ولا ايه؟ ولا القعده في الصعيد نسيتك اخوكي واهل الحته؟ الله يسلمك يا باشا، انا جاي عشان اشوف ابراهيم واشوف المصايب اللي جاي من وراه. عزيز فين يا منال؟ ورحمه امي يا باشا. والله مش محتاجه تحلفي، اخوكي كان عنده 1000 فرصه ان هو يدافع عن نفسه، بس خلاص هو خلص كل فرصه معايا. والله العظيم يا باشا محارب عمره ما يعمل كلام. مش بفلوس يا منال، هقولها لك تاني، طول ما اخوكي هربان مش هيعرف يجيب حقه. طبعا اخوك ابراهيم بقى فربنا يتولاه، ضيع نفسه. فيه الحوالي. انت كده هتهرب مني؟ انت عايز مني ايه؟ انا قلت كل اللي حصل. يا جدع خاف ربنا اللي ممكن تروح دلوقتي على ايديا. لما اخد روحك هتقول له ايه؟ هتقول له شهادتك زورت الواحد ما تعرفوش؟ ابعد عني، انا قلت الحقيقه. حقيقه ايه؟ ده انت ما عرفتنيش لما شفتني من شويه. ازاي تقول لي انا اللي قتلت؟ حرام عليك، ده انت ضيعت مستقبلي. مش انت اللي كنت موجود هناك؟ يبقى انت اللي قتلت. شفتني بعينيك؟ شفتني زي ما قلت للحكومه ان انا ضربتهم بالنار؟ ايوه شفتك بعينيا اللي هياكلهم الدود دول. يعني شفت كل ده وما شفتش ضربني على دماغي؟ اتقي الله، ده انت رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره. وانت يا اخويا ما اتقيتش الله ليه وانت بتموت الاثنين؟ ولما انت ما قتلتهمش امال مين اللي هيكون قتله؟ ورحمه امي ما حصل. امال انا جاي لك ليه؟ مين اللي قالك تقول ان انا اللي عملت كده؟ معرفش معرفش. يبقى انت اللي جنيت على نفسك، وزي ما انت قلت ان انا قتلت مره مش هتفرق لما اقتل الثانيه، بس المره دي هات اللي كان السبب في كل اللي حصل لي ده. ابوس ايديك ابوس ايديك، حللني. انا بجري على كوم لحم، الواد ابن ابني عنده المرض البطال وبجري على علاجه. انا ما صدقت. ما صدقت ايه؟ ايه؟ اطلع ايه؟ ما صدقت ايه؟ الحقوني يا ناس. مين اللي زعق عليا؟ الحقوني. مين اللي زعق عليا؟ هتروحني. سيبك يا الحكومة. قوم يلا قوم. ولا ما تسيبوش ما تسيبوش. في ايه يا ولد؟ مفيش حاجة يا خالتي، مفيش حاجة. وعهد الله اموت واطمن عليك. انت فين يا صاحبي، كويس ولا لا؟ انا حاولت اكلمك كتير على النت بس بيديني غير متصل. اهدى عليا شويه، مش دايما بيبقى معايا نت. اسمع، انا في القاهره ولازم اتكلم شويه قبل الدنيا ما تقلب عليا تاني. مش هينفع اجي عندك، مفيش قدامي غير سعديه. اسالها كده، ينفع اقعد في الاوضه اللي في السطح عندها؟ ما تقلقش، سعديه جنب اهي. اطلع انت على هناك على بال ما هي توصل، وخلي بالك عشان الدنيا مقلوبه. ها ماشي، سلام يا صاحبي. سلام سلام. ازيك يا مصطفى؟ بخير يا باشا. طول ما انت بخير. مش ناوي تقول لي صاحبك فين؟ وعهد الله يا باشا. بس بس بس، هو انتوا بتحلفوا كتير ليه كده؟ هات ابراهيم من تحت، خلي اخته تشوفه، دخله اوضه المعاون. تمام سعد. يا واد في ايه يا واد؟ محارب لسه مكلمني. ايه دول ايه بجد؟ ما تروحوا تقولوا للظابط احسن. وطوا صوتكم. دلوقتي هو بيدور على مجرم وعايز يجي يقعد في الاوضه اللي فوق سطوح عندك. اه طبعا من عينيا الاثنين، بس الاوضه عايزه تتنضف. ماشي، طب اطلعي انت على هناك ظبطي الدنيا عشان هو في الطريق. ماشي. وانا هفضل مع الابله منال. ماشي. بقول لك ايه؟ خلي بالك لا يكون حد قطر. لا ما تخافش عليا، عيب.
اقعدي يا ست منى.